فطرة في الإنسان يحب السلطة أو يحب المناصب العالية، لكن لما يكون عندك رغبة أنك تبى توصل لملك أو منصب معين ويكون في طريقك في أخوانك أو أهلك، هنا بتكون كوارث أو في نتائج وخيمة. ويا هلا ويا مسهلا، كيف حالكم؟ جماعة الخير وجينا لكم بمقطع جديد. فان شاء الله القصة اللي طافت عجبتكم، فاللي ما اشترك يحاول يشترك في القناة ويعطينا لايك وندخل في الموضوع. موضوعنا اليوم بيتكلم عن قصة عرش ويدور حوله تلاعب او مؤامرة حسب المؤرخين اللي ذكروا القصة على ألسنة عديدة، فندخل في الموضوع. اولا موضوعنا اليوم برضو حول الدولة العباسية، بنتكلم عن هارون الرشيد واخوه موسى الهادي. الاغلب طبعا ما يعرف موسى الهادي. موسى الهادي هو ابو محمد، موسى الهادي ابن محمد المهدي ابن جعفر عبد الله المنصور او جعفر المنصوري، ابوهم محمد ابن مهدي بن جعفر عبد الله المنصور، ثالث خلفاء الدولة العباسية، اتزوج من خيزران بنت العطاء. خيزران بنت العطاء هذه كانت جارية اشتراها في الطائف، فلما خلفت له موسى الهادي وهارون الرشيد اعتق رقبتها وتزوجها، وبعد ما تزوجها حاولت تتداخل في شؤون الدولة ويكون لها ادارة في الدولة وتتحكم في اشياء، واحيانا تتشفع لناس او حتى لسجناء، سواء كان تقصير في الحكم او العفو او مسامحة لبعض السجناء او المذنبين في الدولة. ولكن بعد ما توفى زوجها محمد المهدي استولى ولدها اللي هو موسى الهادي على الحكم، والرجال هذا ضرب الاعناق عنده زي اكل الفصفص او شرب الموية. يقول احد رجاله ويسمى بهرثمة، هرثمة بن الاعين، يقول هرثمة بن الاعين في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي، يقول كنت اتخصص مع موسى الهادي وكنت شديد الحذر منه لإقدامه على سفك الدماء. وهذا هرثمة كان جليس موسى الهادي أو كان بيأتمنه في أشياء مرة كبيرة، الأمور الكبيرة اللي موسى الهادي ما يقدر يتصرف فيها، فبيرسل هرثمة يروح يقوم بهذا الأمر من كثر يعني ما أتمنه أو ما عرف أنه أمين. يقول في يوم ما شديد الحر كنت نائما فسمعت طرقة الباب وقت الغداء، فاستغرب هذا هرثمة، فرح فتح الباب. يقول فرأيت رجلا يستدعيني وهو من إحدى رجال مولاي موسى الهادي، يقول لي الخليفة يستدعيك. فلما راح عند موسى الهادي يقول دخلوه في مكان في القصر ما قد دخل هذا المكان، فدخلوه في إحدى الغرف وشاف موسى الهادي، فنظر إلي بنظرة يقول زادتني رعب أكثر من الرعب اللي كان علي، فأمر الجميع بالخروج فخرجوا جميعا. فقال لي يا هرثمة أخرج وأغلق الباب ثم عود. يقول فازددت خوفا. يقول فلما رجعت فقال قد تأذيت بهذا الكلب يحيى بن خالد، ليس له فكرة غير تضريبي بالجيش. يحيى بن خالد البرمكي هذا من إحدى رجال هارون الرشيد، فهم كانوا بيتصارعوا عن الخلافة، يعني مو صراع يعني شديد، صراع يعني بين الأهل، وأمهم الخيزرانة كانت بتدخل بينهم، فما أدري كانت بتفضل مين حسب المؤرخين أو حسب الناس اللي بيقولوه، فما أدري إيش اللي كان. أهم شيء نكمل القصة. فقال له إنه أبغاك تروح الليلة وتجيب راس أخوي هارون الرشيد. يقول فاستغربت، هرثمة استغرب، قال ايش بتقول؟ قال ابغاك تروح تجيب لي راس هارون الرشيد. فحاول يتداخل او حاول انه يهديه، كل ما يجي يحاول يقول له مالك صلاح او مالك دخل في الموضوع. فقال له طيب ابغى اكلمك كلمه بس يا مولاي. قال له ايش تبغى تقول؟ قال اخوك ولد ابوك وهو ولي عهدك، تقول لي اروح اقتله؟ طيب كيف راح تكون نظره الله لنا وبعدين نظره الجيش ونظره الامه الاسلاميه، كيف راح تكون نظرتهم لنا؟ فقال له اما ضربت عنقه ام صحب راسك راسه. فقلت له طيب. فقمت بأمشي، فقال لي اقعد مكانك. فرجع هرثمة وقعد مكانه. فقال له أبغاك تروح السجن وتطلع كل اللي بيؤدوا الولاء لهارون الرشيد وتربط على أرجلهم الأثقال وتغرقهم في البحر وتقتل البعض. فقلت له أمرك يا سيدي. فقام بيمشي هرثمة مرة تانية، قال له أرجع مكانك. فرجع هرثمة، فقال له أبغاك تروح الكوفة وتخرج بيت فلان وبيت فلان وفلان وفلان وتقصف على الكوفة نارا حتى لا يبقى فيها جدارا ولا يبقى فيها أي آدم حي. فحاولت أتجادل في الموضوع، فيقول أترجع عن أمري يا هرثمة؟ قلت له لا أرجع عن أمرك يا سيدي، لكن قال له ولا كلمة، تروح تنفذ اللي قلت لك وترجع. فقام هرثمة بيمشي، فيقول له أقعد مكانك. فرجع هرثمة قعد مكانه، قال له ما أنت خارج من هنا إلا وإنت رايح تجيب لي رأس هارون رشيد الليلة وترجع تروح الكوفة وترجع تروح السجن وتسوي الأشياء اللي أمرتك. يقول أمرك يا سيدي. فيقول هرثمة
انه كان يعرف انه لما شاف انه في تردد او خوف فيه فحاول يستبدل واحد مكانه فيعرف انه راح يقتله. فالملك خرج او الخليفة خرج خارج الغرفة هذه ويقول هرثم اني من الخوف انا نمت في مكاني. فلما نمت في مكاني يقول فما صحيت الا بصوت الخادم بيصحيني. ويقول هرثم فاستيقنت انه القاتل ويقول لي الخليفة يستدعيك. فقمت وانا ماشي وراء وانا بتلفظ بالشهادة ماشي وبتلفظ بالشهادة. فدخلنا في مكان ما قد دخلت انا في القصر صراحة. فمرينا من جانب عدة غرف. فلما وصلنا عند غرفة معينة قاعد بسمع صوت صراخ صراخ حريم وما أدري ممكن بيكون الجواري حق موسى أو الخدم حق القصر فأنا ما كنت عارف. فسمعت صوت في إحدى الغرف يعلو. فلما وقفنا عند الغرفة أنا والخادم فقال لي أدخل يا هرثمة. فرفضت. فقلت ممكن موسى الهادي بيدبر لي مكيدة عشان يقتلني بسبب ممكن أدخل على الجواري. فلما نيجي يشوفني قلت دخلت على جواريه ويقتلني بسبب طبعا. حاول معي الجندي قلت ما بأدخل. ضغط علي فحلف هرثمة وقال والله العظيم لم أدخل هذه الغرفة إلا وأنا أسمع صوت الخليفة يقول أدخل يا هرثمة. فشفت فتحوا الباب. فلما فتحوا الباب سمعت صوت حرمة بتقول لي أدخل يا هرثمة أنا الخيزران أم موسى الهادي. فدخلت. فلما دخلت أشارت لي بيدها إلى ناحية السرير فرأيت جثة مهمدة ممتدة. فقلت لها وش اللي بيصير؟ فقالت لي إنه موسى أتوفى وربنا قد أجارك منه. فسألها قال لها كيف موسى مات دحين مع إنه أمرني بأوامر وقال لي لازم أنفذها فكيف موسى توفى دحين؟ قالت أنا بحكيك القصة. وقالت إنه لما أعطاك هذه الأوامر وخرج من الغرفة أنا سامع إيش اللي بيصير. فجيت وقلت له أسألك بالله يا موسى أنك لا تأذي ابن هارون ولا تأذي سكان كوفة. قال لها دعيني وشأني. حاولت معاه الأم لكن موسى رفض. ولما موسى رفض فهم أعلى مرحلة الرجاء عندهم إن الحرمة تفسخ اللي في شعرها وإنها تركع ما أدري تركع ما أدري تسجد له أهم شيء. فسوت هذه الحركة من الكائف. فقام سحبها من شعرها وقال لها إما تسكتين وإما ضربت عنقك. وقال لأمه هذا الكلام أو فعل بها هذا الفعل. فالأم راحت توضت حسب اللي قالته لهرثمة. فلما توضت وراحت للبحراب بتصلي وبتبكي وبتدعي الله وبتدعي ربها إن موسى يموت أو يحصل له أي حادث يمنعه إنه يسوي شيء هذا اللي قال بيسوي. وقالت له فلما راح بينام شرق شرقة فلحقناه بكوب ماء فلما شرب الماء شرق شرقة ثانية ومن بعدها موسى أتوفى وهذا اللي حصل. فأبغاك يا هرثمة تروح تستدعي هارون الرشيد الآن وتجي ونعين خليفة قبل ما الخبر ينتشر في المدينة. وبعض المؤرخين أو بعض الروايات بتقول إنه موسى الهادي ما أتوفى بل إن الخيزران أمه هي اللي سممته أو أمرت بإحدى الجواري بأن يخنق موسى ويموت. العظة والعبرة في الموضوع إنه لما يكون هدفك إنك تحصل على منصب معين أو مكان في مكان ما سواء وظيفة أو في العمل أو في أي مكان كان فلا تعمي عينك ويكون هدفك فقط تحصل مالك ومال خسائر الناس. فهذا شيء حيؤدي في الأخير إلى ضررك أنت. فإن كنت شفت المحتوى يستاهل الدعم فحاول تدعم عمنا باشتراك او بلايك او اللي يسعدك انت. فانا سويت اللي علي. فان شاء الله الحلقة الجاية راح تكون حلقة مشوقة فحاول تشترك في القناة اذا تبى تسمع القصة. وشكرا لكم على حسن استماعكم. ومقولة اليوم بتقول الحياة تمشي باتجاهين، الاتجاه الاول الرخاء والاتجاه الثاني الشدة. لذا وجب عليك ان تعرف كيف تسترخي وكيف ترتاح وان تعرف كيف تكون شديدا وحاسما في الوقت الذي يتطلب منك الشدة والقوة في مواجهة الامور. من الممكن ان تصبح حياتنا جميلة في لحظة فقط عندما نؤمن بها. تابع حساباتنا على السوشيال ميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.